السلام عليكم، ازيكم؟ عاملين ايه؟ يا رب الجميع يكون بخير. النهارده هنتكلم مع اولادنا عن مؤذنو رسول الله صلى الله عليه وسلم. مؤذنو رسول الله وهم اربعة. اول واحد هو بلال ابن رباح رضي الله عنه، وهو اول من اذن لرسول الله صلى الله عليه وسلم. اشتراه ابو بكر الصديق واعتقه، فلزم رسول الله صلى الله عليه وسلم وشهد معه جميع المشاهد، وتوفى بالشام سنة 20 من الهجرة. تاني مؤذن هو عمرو ابن أم مكتوم رضي الله عنه، كان يؤذن لرسول الله صلى الله عليه وسلم بالمدينة، وهو من المهاجرين الأولين، توفى في آخر خلافة عمر رضي الله عنه. تالت مؤذن هو سعد ابن عائد القرظ رضي الله عنه، جعله رسول الله صلى الله عليه وسلم مؤذنا بقباء، فلما مات رسول الله صلى الله عليه وسلم وترك بلال الأذان، نقله أبو بكر الصديق رضي الله عنه إلى مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتوفى سنة 74 من الهجرة. رابع مؤذن هو أبو محذورة رضي الله عنه، هو أوس ابن معير، وكان يرجع الأذان، مات بمكة سنة 59 من الهجرة. تمام، يبقى هنا كده مؤذنو رسول الله صلى الله عليه وسلم هم أربعة. هم بلال ابن رباح أول مؤذن لرسول الله صلى الله عليه وسلم، عمرو ابن أم مكتوم رضي الله عنه كان بيؤذن لرسول الله بالمدينة، سعد ابن عائد ابن عائز القرز جعله الرسول مؤذنا بقباء، فلما مات الرسول صلى الله عليه وسلم ترك بلال الأذان، نقله أبو بكر الصديق إلى مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. رابع واحد هو أبو محذورة، هو أوس ابن معير، وكان يرجع الأذان، مات بمكة سنة 59 من الهجرة. دول مؤذنو رسول الله صلى الله عليه وسلم. نتقابل إن شاء الله في فيديو جديد. مع السلامة.